لا شيء يكسر صمت هذا الأفق الصحراوي إلا قطعان من الإبل يحدوها رعاة في رحلة متواصلة خلف الغيم وفي جوار المزن، ينتقلون كلما سمعوا عن مواضع بها ماء وكلاء. هنا في منطقة قلمان ترفض هذه الناقة الالتحاق بقطيعها من أجل منح مولودها الجديد ما يتطلبه من حنان، وهو لا يزال عاجزا عن الوقوف بشكل سوي على أقدامه. طبيعة خلابة ومناطق خصبة أذهلت المنمين القاطنين قبل أولئك الوافدين. الخريف خريف زين واستوت فيها تراب كامل ما شاء الله، منطقة تير زمور انسحبت كامل ومبت فيها الربيع بأشكاله كاملة، والحية اللي فيها الحمد لله نعمت، والحية اللي جاية تم اللي من مرقب ما شاء الله جابر اللي كافية، ولا فمت اي شيخ ولا ينقر من الامراض. عاده لين تخلق السحاب بدي درجه اللي هي بيت الربيع بالشكل اللي هو تفوت فيه الحيوان عام واثنين ما شاء الله ما فصل في شيء. بالنسبه لهؤلاء الرعاه فان شرف العيش في مناطق تعرف تذبذبا في المطر وتفاوتا في توزيع النباتات والاعشاب الاكثر نفعا للدواب لا يفت من عزيمتهم، فقساوة الحياة علمتهم الصبر بل والسعادة بأسلوب حياة تجد فيه البيئة البكرة والهواء النقي والعادات والتقاليد التي لا تسقط بالتقادم. هاي المنطقة أقويان ودارض السنة تبارك الله خصوا بالشوف من الربيع، وجايت هنا المولي تاني كاملة من جميع الولايات، جات من هذا الدار وجات من تقانت وجات من القبلة وجات من الشيري، وهذا من هون، هذا الطير ما شاء الله ماشي من هون محكما عن ولاية هلال حنك، هلاله ست مر، هلاله اثنين مشاهد قلمان. احنا هنا تيا منطقة بير مقرين، الربيع فيه دودة قاسحة الأرض، توكل الأرض أكل اللمن، تاك زمان توكل النبات والضروع للحيوانات، أما لك ضبط. وهنا تيا أمراض ثانية متعينة في البلد، هنا تشي ينقال له الجرب. وفي الجزء الآخر من الصورة تنتصب المخيمات هنا وهناك في رحلة هروب عن ضجيج المدن والبحث عن هدوء بادية تير الزمور المعهودة، راسمة جانبا من لوحة اختصرت مشاهد جميلة من تنوع وثراء ريف تير الزمور. بهذا تكون ولاية تير الزمور قد استعادت ألقها من جديد بعد أن أصبحت قبلة لآلاف المواشي القادمة من كل أنحاء الوطن بحثا عن الانتشاع نظرا للغطاء النباتي الكثيف الذي توفرت عليه هذه السنة بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية. وخلال ساعات المساء تطل العادات الغذائية الأصيلة لسكان المنطقة، حيث يتم إعداد وجبة الخبزة بعناية كبيرة من خلال خلط مسحوق الفارين بالماء ودلكه بعناية قبل وضعه في حفرة من بقايا نار أشعلت لهذا الغرض. تبارك الله الخير مع رمضان العام إن شاء الله، واللبن ياسر يا ربي حامدينك. يوم الرجال مع الصباح يحلبوا الحيوان يبلوا غنم تبارك الله، ويجيبوا اللبن ويأخذوا العلاج تشكاويهم تبارك الله، لأن الضحى الوقت يتناداوا عند واحدة من الخيام، ينزلوا الطافيلات كرور ويتيوا العلايات الكبارات ويصلحوا روسهم ويظهرون، ومن هنا يعود كيف القايل كلها قيس خيمته ويتغدى فيها ويستراح، وعقاب النهار السدبة والرجالة ويجيبوا الحي. وفور انتهاء واجبات العمل اليومي تضرب الفتيات من كل مخيم موعدا يوميا على نار هادئة وعدت لمواجهة حدة برد الشتاء، مرددات هزيج وألحانا من عمق التراث والثقافة الشعبية بما يعرف بشويرة الظل. يستمر هذا السمر الليلي حتى ساعات الصباح الأولى لتبدأ الاستعدادات ليوم جديد. سيد أحمد أبو بكر سيرة من ضواحي بير مقرين الموريتانية.